بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أعزائي الطلاب في درسنا لهذا اليوم الذي نقدمه لطلاب المرحلة الثانوية المستوى الرابع في مادة الفيزياء. سوف يكون موضوع درسنا لهذا اليوم الكشف عن موجات الضغط وتمييز الصوت. سنتعلم اليوم بإذن الله أولا الكشف عن الموجات الصوتية، كيف نكتشف الموجات الصوتية. أيضا سنتعلم وحدة الصوت وأيضا تأثير السعة للموجة الصوتية. هذا ما سنتعلمه اليوم بإذن الله في درسنا لهذا اليوم. في البداية لو سألنا أنفسنا كيف نكتشف أو كيف نكشف الصوت، كيف نكشف عن الصوت؟ كما تلاحظون في هذه الصورة عندما نسمع صوتا ما، كيف نكتشف هذا الصوت؟ نكتشف هذا الصوت عن طريق حاسة ماذا؟ حاسة السمع، حاسة السمع المتمثلة في الأذن البشرية، هذه النعمة العظيمة التي وهبنا الله إياها. ولنتخيل لو فقدنا هذه الحاسة، كيف يمكننا أن نسمع وندرك الأصوات من حولنا؟ ندرك الأصوات عن طريق هذه الحاسة، عن طريق ماذا؟ عن طريق الأذن البشرية. أو كيف نكشف عن الصوت؟ نكشف عن الصوت عن طريق ماذا؟ عن طريق الأذن. وهل نستطيع التمييز بين موجة وأخرى؟ هل نستطيع تمييز الصوت؟ نعم، نستطيع تمييز الصوت عن طريق الأذن، لأن الأذن تستشعر الموجات الصوتية لمدى واسع من الترددات. نستطيع أن نميز ما بين الصوت العالي والصوت المنخفض وأيضا الصوت الحاد أو الغليظ. إذن هل نستطيع تمييزه؟ نعم نستطيع، لأن الأذن البشرية تستشعر الموجات الصوتية لمدى واسع من الترددات. إذن هنا الأذن البشرية تصنف على أنها من كواشف ماذا؟ من كواشف الصوت. إذا ما هي كواشف الصوت؟ هي ماذا؟ هي الكواشف التي تعمل على استقبال الموجة الصوتية وتحويل الطاقة التي تحملها الموجة الصوتية إلى طاقة أخرى أو إلى شكل آخر من أشكال ماذا؟ الطاقة. هذه هي ماذا؟ الكواشف الصوتية. إذا ما هي أبرز الكواشف الصوتية؟ من أبرز الكواشف الصوتية الأذن ماذا؟ الأذن البشرية، وأيضا ماذا؟ الميكروفون. الميكروفون يستقبل الموجة الصوتية ثم يحولها إلى ماذا؟ إلى إشارات كهربائية. إذا ما هي أبرز كواشف الصوت؟ الأذن البشرية والميكروفون. مبدأ عمل هذه الكاشفات هو ماذا؟ هو تحويل الطاقة التي تحملها موجة الصوت إلى شكل آخر من أشكال الطاقة، إلى شكل آخر من أشكال الطاقة. فالأذن البشرية وأيضا الميكروفون يعمل على تحويل الطاقة التي تحملها موجة الصوت إلى إشارات كهربائية. طبعا في الأذن البشرية هذه الإشارات الكهربائية التي ترسل إلى الدماغ يستطيع الدماغ أن يتعامل معها ويدرك هذه الإشارات الكهربائية، ونستطيع التمييز ما بين الأصوات. بالنسبة للميكروفون أيضا نفس الفكرة، يتم تحويل هذه الطاقة التي تحملها هذه الموجات الصوتية إلى إشارات كهربائية، يتم التعامل مع هذه الإشارات الكهربائية، ويتم أيضا تكبير هذه الموجات الصوتية عن طريق السماعات، يتم مرة أخرى إعادة هذا الصوت وتكبيره وإعادته إلى صوت مرة أخرى. إذن هذه هي كواشف الصوت، وهذا هو مبدأ عمل كاشفات الصوت، تحويل الطاقة إلى شكل آخر من أشكال الطاقة، تحويل الطاقة التي تحملها هذه الموجات الصوتية إلى شكل آخر من أشكال الطاقة. إذن هذا هو مبدأ عمل كاشفات الصوت، تحويل الطاقة التي تحملها موجات الصوت إلى شكل آخر من أشكال الطاقة. فمثلا الأذن عندما تصل موجة الضغط التي هي الموجة الصوتية عندما تصل إلى طبلة الأذن، عندما تصل إلى طبلة الأذن ما الذي يحدث؟ ما الذي يحدث؟ طبعا سوف تهتز هذه الطبلة
وهي عبارة عن غشاء رقيق جدا سوف تهتز، وهي ملاصقة لما يسمى بالعظيمات الثلاث، وهذه العظيمات هي المطرقة والسندان والركاب. يحدث لها اهتزاز نتيجة اهتزاز ماذا؟ نتيجة لاهتزاز الطبلة، طبلة الأذن. طبعا هذه الاهتزازات تنتقل إلى قوقعة الأذن، وهذه القوقعة ما الذي يحدث لها؟ تحتوي على سائل وتحتوي على شعيرات دقيقة مبطنة. هذه القوقعة الحلزونية تلتقط ترددات معينة في السائل المتذبذب. الشعيرات التي تحتوي هذه التي تحتويها هذه القوقعة ما الذي يحدث لها؟ تنشط خلايا عصبية، وهذه الخلايا العصبية بدورها ترسل سيالات عصبية إلى الدماغ مولدة الشعور بالصوت. فهذا هو عمل ماذا؟ هذا هو عمل كاشفات الصوت، تحويل الطاقة التي تحملها موجات الصوت إلى شكل آخر من أشكال ماذا؟ الطاقة. أيضا نفس الفكرة بالنسبة للميكروفون، يعمل على تحويل ماذا؟ موجات الصوت، تحويلها إلى ماذا؟ إلى إشارات كهربائية. يتم التعامل مع هذه الإشارات الكهربائية، ويتم ماذا؟ تكبير موجة الصوت مرة أخرى. والأذن البشرية هي تعتبر كاشف حساس ذو كفاءة عالية، يستقبل موجات الضغط التي هي الموجة الصوتية، يستقبل موجات الضغط ويحولها إلى نبضات ماذا؟ إلى نبضات كهربائية. إذن يستطيع الإنسان التمييز بين أنواع مختلفة من الأصوات، منها ما هو صوت عالي، منها ما هو صوت منخفض، ما هو صوت حاد غليظ. إذا يستطيع الإنسان التمييز بين أنواع مختلفة من الأصوات. والأذن البشرية تستشعر الموجات الصوتية لمدى واسع من ماذا؟ من الترددات. لكن ننوه هنا أن التعرض للأصوات الصاخبة أي الموجة الصوتية ذات المستوى المرتفع، هذا قد يسبب مشاكل ويسبب ضعف للسمع. وضعف السمع هو فقد الأذن لحساسيتها، وخصوصا الترددات ماذا؟ الترددات العالية. إذا كلما تعرض الشخص لأصوات صاخبة فترة أطول كان التأثير ماذا؟ أكبر، وقد يفقد أذن لحساسيتها وخصوصا للترددات العالية. إذا لدينا سؤال هنا من الأمثلة على كاشفات الصوت، حنجرة الإنسان أم الميكروفون أم السماعة أم الاختيار الأول والثاني إي وبي معا؟ ما هو الاختيار الصحيح من الأمثلة على كاشفات الصوت؟ كاشفات الصوت قلنا هي التي تعمل على تحويل الطاقة التي تحملها موجات الصوت وتحويلها إلى شكل آخر من أشكال الطاقة. هنا حنجرة الإنسان والسماعة هي مصدر للصوت، هي مصدر لماذا؟ للصوت. أما الميكروفون فهو يعتبر ماذا؟ كاشف، يعتبر كاشف يعمل على تحويل موجة الضغط أو الطاقة التي تحملها موجة الصوت إلى شكل آخر من أشكال الطاقة. إذن الاختيار الصحيح هو الاختيار B. الاختيار الصحيح هو الاختيار B. الآن نأتي لإدراك الصوت، كيف يمكن أن ندرك الصوت؟ ندرك الصوت من خلال أمرين، الأمر الأول حدة الصوت، الأمر الثاني علو الصوت. هل هذا الصوت الذي نسمعه هل هو حاد أم غليظ؟ حاد مثل ماذا؟ مثل صوت المرأة. وغليظ ماذا؟ مثل صوت الرجل. هذا يعتمد على ماذا؟ يعتمد على تردد الاهتزازة أو تردد الموجة الصوتية. كما ذكرنا الأذن تعتبر حساسة للترددات، لكن حساسية الأذن ليست متساوية لجميع الترددات. الأمر الثاني نستطيع إدراك الصوت من خلال علو الصوت، ونقصد بعلو الصوت هنا هي شدة الصوت كما تحسه الأذن ويدركه الدماغ، وهذا يعتمد على ماذا؟ يعتمد على سعة الموجة الصوتية، كلما كانت سعة الموجة الصوتية عالية فهنا سوف يكون مستوى الصوت عالي. إذا علو الصوت هنا نقصد به شدة الصوت، شدة ماذا؟ الصوت، وشدة الصوت تعتمد على سعة الموجة الصوتية. والأذن البشرية حساسة جدا لتغيرات الضغط في الموجة الصوتية، فهنا حدة الصوت تعتمد على ماذا؟ على تردد الموجة الصوتية، علو الصوت يعتمد على سعة الموجة الصوتية.
إذا كيف يمكن أن ندرك أو نميز الأصوات؟ نستطيع من خلال حدة الصوت. وعلى ماذا تعتمد حدة الصوت؟ تعتمد حدة الصوت على تردد هذه الموجة الصوتية. وتعرفنا في دروسنا الماضية أن تردد الموجة الصوتية هو عدد التذبذبات في ماذا؟ في قيمة الضغط في الثانية الواحدة. هذا بالنسبة لحدة الصوت ويعتمد على التردد. أما بالنسبة لعلو الصوت فهنا علو الصوت يعتمد على سعة الموجة الصوتية. ما هو أثر تغير سعة الموجة الصوتية؟ الأثر هنا هو تغير مستوى علو الصوت. ماذا؟ تغير مستوى علو الصوت. إذا كلما كانت سعة الموجة كبيرة فهذا يدل على أن مستوى الصوت مرتفع. إذن يمكن أن ندرك ونميز الصوت من خلال حدة الصوت ومن خلال علو الصوت. ومستوى الصوت هو مقياس لوغاريتمي لقياس سعة الموجة. يتم معرفة مستوى صوت الموجة الصوتية عن طريق ماذا؟ عن طريق قياس سعة هذه الموجة الصوتية. وهنا علاقة ما بين التغير في ضغط الصوت والتغير في مستوى الصوت. ما هي العلاقة؟ العلاقة هي كالتالي: الزيادة في مستوى الصوت بمقدار 20 ديسبل تعني تضاعف ضغط الصوت ماذا؟ 10 أضعاف. وبصورة رياضية التغير في ضغط الصوت يساوي 10 أس التغير في مستوى الصوت تقسيم ماذا؟ تقسيم 20. إذن هذه هي العلاقة ما بين مستوى الصوت والتغير أو التغير في الضغط. إذن هذه هي العلاقة ما بين التغير في ضغط الصوت والتغير في مستوى الصوت. الزيادة في مستوى الصوت بمقدار 20 ديسبل تعني تضاعف ضغط الصوت 10 أضعاف. خلونا نأخذ مسألة حسابية على هذا الأمر. صوت مستواه 40 ديسبل. إذن هذا هو التغير في مستوى الصوت. صوت مستواه 40 ديسبل. هل تغير ضغطه أكبر 100 مرة من عتبة السمع أم 40 مرة؟ خلونا نشوف من خلال القانون. التغير في ضغط الصوت ماذا يساوي؟ يساوي 10 أس التغير في مستوى الصوت تقسيم 20. ويريد ماذا؟ يريد معرفة هل ضغط الصوت تغير وأصبح أكبر 100 مرة من عتبة السمع أم 40 مرة. الآن سوف نقوم بالتعويض. 10 أس ماذا؟ أس 40 تقسيم 20. التغير في مستوى الصوت مقداره 40 ديسبل. إذن سوف نعوض ب40 لنجد أن الناتج مقداره 100 مرة. إذن هنا التغير في ضغط الصوت ماذا؟ التغير هنا 100 مرة. إذن تغير ضغط الصوت بمقدار ماذا؟ 100 مرة. اختر الإجابة الصحيحة مقياس لوغاريتمي لقياس سعة الموجات الصوتية. مقياس لوغاريتمي لقياس سعة الموجة الصوتية. هل هو مستوى الصوت أم الديسبل أم شدة الصوت أم تردد الصوت؟ مقياس لوغاريتمي لقياس سعة الموجة. ما هو الاختيار الصحيح؟ الاختيار الصحيح هو مستوى الصوت. إذا مستوى الصوت هو مقياس لوغاريتمي لقياس سعة الموجات الصوتية. وحدة قياس مستوى الصوت. بماذا نقيس مستوى الصوت؟ هل نقيس مستوى الصوت بالديسبل أم الهيرتز؟ أم الديسبل لكل ثانية أم الهيرتز لكل ثانية؟ ما هي وحدة قياس مستوى الصوت؟ الاختيار الصحيح هو الاختيار الأول. نقيس مستوى الصوت بالديسبل. نقيس مستوى الصوت بالديسبل. سؤال آخر، اختر الإجابة الصحيحة. التعرض للأصوات الصاخبة يسبب فقدان الأذن لحساسيتها وخصوصا للترددات العالية أم المتوسطة أم المخفضة؟ التعرض للأصوات الصاخبة يسبب فقدان الأذن لحساسيتها وخصوصا الترددات ماذا؟ الترددات العالية. إذا كما ذكرنا أن التعرض للأصوات الصاخبة
أي مستوى الصوت مرتفع، هذا يسبب ضعف السمع، وضعف السمع هو فقدان ماذا؟ الأذن لحساسيتها، وخصوصا للترددات العالية. فكلما تعرض الشخص لأصوات صاخبة فترة أطول كان التأثير ماذا؟ كان التأثير أكبر. والتعرض الطويل لمستوى الصوت 100 ديسبل فأكثر هذا يؤدي إلى ضرر داعي. إذا حساسية الأذن البشرية للصوت تعتمد على حدة الصوت وسعة الصوت. إذا أعزائي الطلاب، تعلمنا في درسنا لهذا اليوم الكشف عن موجات الضغط، وقلنا أن مبدأ عمل كاشفات الصوت هو تحويل الطاقة التي تحملها موجات الصوت إلى شكل آخر من أشكال الطاقة، ومن أمثلتها الميكروفون والأذن البشرية. وقلنا أنه يتم إدراك الصوت من خلال حدة الصوت وعلو الصوت، وحدة الصوت مرتبط بتردد الموجة الصوتية، وعلو الصوت يعتمد على سعة الموجة الصوتية. تكلمنا عن مستوى الصوت، وقلنا أنه مقياس لوغاريتمي لقياس سعة الموجة الصوتية ونقيسه بوحدة الديسبل. وتكلمنا عن علاقة التغير في ضغط الصوت بالتغير في مستوى الصوت. قلنا أن الزيادة في مستوى الصوت بمقدار 20 ديسبل تعني تضاعف ضغط الصوت 10 أضعاف. إذا هذا أعزائي الطلاب ما تعلمناه في درسنا لهذا اليوم. أتمنى أعزائي الطلاب أن تكونوا استفدتم من درسنا لهذا اليوم، وللتواصل أو المزيد من الدروس من خلال هذه العناوين الظاهرة أمامكم. أتمنى لكم التوفيق، نلتقي بإذن الله في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.